نأتي إلى المسألة الثانية، في ماذا؟ في الأشجار، النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار. الإنسان يذهب في طريق ويعني أراد أن تأتيه حاجة، الإنسان أراد أن يقضي الحاجة، عليه أن لا يقضي أين؟ في مستظل الناس، أشجار ظليل حال الناس ظل تحتها، ما يصير هو ويضيع تلك الأماكن التي يجلس عليها الناس. لذلك يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا من اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يعني إنسان احتاج لهذه الأمور، لا يذهب إلى أماكن يتظلل فيها الناس، وإنما يذهب إلى أماكن بعيدة حيث لا يستخدمها الناس في ظلهم. وكذلك لا سيما عندما تكون الأشجار مثمرة، أشجار مثمرة يستفيد منها الناس من الثمار، أيضا لا يذهب الإنسان وينجس تلك الأماكن ثم تسقط الثمار وتتنجس. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة.